انت احمد. نعم. احنا مش عندنا ميعاد. اركب. اركب فين؟ انت عايزه مني ايه؟ اركب وانت تعرف. تاخدني على فين؟ على الفيلا. فيلة مين؟ فيلتك اللي على البحر. سوري انا بحب واحده تانية. هي عندك في الفيلا؟ طبعا لا. يبقى تمام. اتفضلي. المرحوم ده ما كانش راجل سهل. انت بتتكلمي على ايه؟ عايز تعمل مليون جنيه؟ نعم. مليون جنيه ليك انت لوحدك؟ بمناسبة ايه؟ انا عايزة نفضل هنا لوحدنا طول الليل. انت بتاخدي كام؟ ياه انا بحب المكان ده قوي. قصري. هقولك، المرحوم عم جدك كان غني قوي وكان شايل كل ثروته في خزنه البنك، وانا الوحيده اللي عارفه اسم البنك. انت مين اساسا؟ دينا. وش معنى انت بس اللي عارفه؟ المرحوم كان بيثق فيا قوي وكان بيعتبرني زي بنته. كل اللي ناقص المفتاح، والمفتاح موجود في الفيلا دي، وانا مش ماشيه من هنا الا ما الاقي المفتاح. هي الخزنه دي فيها كام بالظبط؟ مش شغلك. يبقى مفيش مفتاح. الخزنه فيها مجوهرات بحوالي 120 مليون دولار. كام؟ 120 مليون. اهلا 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 احمد. اهلا اهلا يا دينا، يا جميله يا غاليه. اهلا، انا هدور معاكوا لحد ما نلاقي المفتاح باذن الله. مين دول؟ ده اشرف المصور صاحبي. ما تخافيش ما تخافيش. المهم هنقسم الفلوس دي ازاي؟ المجوهرات دي كلها بتاعتي لان الوريث الوحيد الشرعي للمرحوم. لا لا لا، المجوهرات دي من حق انا لاني صاحبك الوحيد وحبيبك. انا الحق عليا اللي قلت لك، وبعدين قانونا المجوهرات دي مش موجوده. طب نلاقي المفتاح الاول وبعدين ربنا يحلها. انا همشي، وانتوا بقى دوروا على المفتاح براحتكم، ولما تلاقوه تبتبلوه تشربوا ميته. استني يا دينا، استني يا بنتي، استني استني. بقول لك ايه، كل شيء بالخناق ما عدا المفتاح بالاتفاق. انا كل اللي عايزه من الدنيا هي نور. طب وهي نور هتبص لك من غير ما يكون عندك فلوس؟ الا صحيح، هي مين نور؟ سيب الصوره دي، احسن بنت في الدنيا دي. طبعا، بس انا مش هفضل اصور فضايح كده طول عمري. انا مش هسيبكم. اوكي اوكي، نتفق نتفق نتفق.